الحضور ديالنا كفيدرالية ديال اليسار الديمقراطي في المؤتمر السادس ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل له أكثر من دلالة، وحنا كنعيشوا في واحد العالم اللي كيعرف واحد التغيرات كثيرة، عالم اللي يعني فيه خطورة كبيرة على العالم ديال الشغل وعلى العالم النقابي والنضالي بشكل عام. لماذا؟ لأن هناك من جهة يعني النظام النيوليبرالي اللي كيعرف واحد الأزمة اللي هي قوية، وحنا كنعرفوا بأن هذا النظام مبني على النفع وعلى المصلحة وعلى الربح، وأنه يهمش يعني العمل والقيمة ديال العمل. بالإضافة إلى ذلك هناك ثورة تكنولوجية هي مهمة بالنسبة للبشرية، ولكن في نفس الوقت كتحمل معها رهانات جديدة بالنسبة للعالم ديال الشغل. والكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنقابة جادة في المشهد يعني الوطني يجب أن تكون على دراية بكل هذه المخاطر وهذه التحديات، وأن تستعد إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية لمواجهتها. من جهة نحن نجتهد على يعني إيجاد البديل لهذه العولمة المتوحشة التي زادت في توسيع شرخ الفوارق ما بين الجهات وما بين الناس، والتي أنتجت فقرا كثيرا وتهميشا وأنتجت بطالة وعطالة كبيرة. وفي نفس الوقت عندما نسمع بأن هذه الثورة المعلوماتية والرقمية ستؤدي بنا إلى مثلا في سنة 2035 النصف ديال الفرص ديال الشغل المتاحة ستختفي، إذن هذا وقت باش نفكروا في الأساليب النضالية الجديدة وفي يعني أساليب جديدة ديال الشغل اللي غادي تمكن الإنسان من استكمال إنسانيته، وأنه كيبقى كيشتغل ولكن بتمكن وامتلاك الأدوات اللي هي جديدة. واليوم احنا في المغرب، والمغرب كيعرف واحد الأزمة مركبة سياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية. النقابة بحال هذه عندها أدوار كثيرة ما تلعبها إلى جانب يعني الفئات الواسعة من تأطير وتكوين، باش يمكن لنا نفهموا جميع بأن المشكل اللي مطروح في المغرب أصله هو مشكل سياسي، وخصنا نبنيو الديمقراطية الكاملة الغير منقوصة باش يمكن لنا نفكروا في المشاريع المستقبلية اللي غادي تخرجنا، باش يمكن لنا نبنيو جهوية حقيقية، باش يمكن لنا نفكروا في التوزيع العادل للثروة، باش يمكن لنا نفكروا في النموذج التنموي الحقيقي اللي خص بلادنا، باش يمكن لنا نحققوا تكافؤ ديال الفرص ونحققوا عدالة اجتماعية ونصونوا الكرامة ديال المواطنات والمواطنين اللي اليوم أغلبية ساحقة منهم كتعاني من الحقرة، لأن النظام الاقتصادي فاشل، لأن النظام السياسي اللي هو اللي يخطط لهذا النظام الاقتصادي هو بدوره فاشل ولم ينقل المغرب إلى الدولة ما بعد كولونيالية، يعني دولة الحق والقانون، دولة اللي فيها الفصل الحقيقي ديال السلطات، دولة اللي كيمكن بالفعل نحقوا فيها الربط ما بين المسؤولية والمساءلة، دولة اللي كيعيشوا فيها كل مغاربة بكرامة وكتصان الحقوق ديالهم وكتصان الحريات، ماشي كما نرى الآن يعني كيتم فيها الضرب ديال الحقوق والحريات وكيتم فيها ضرب المكتسبات التي انتزعناها يعني بنضالات مريرة. ولكن النضال يجب أن يستمر بأشكال جديدة ومتجددة، وحنا في العصر ديال العلم والمعرفة خصنا نمتلكوا الأدوات ديال هذا العصر باش يمكن لنا أننا نواصل النضال وأن نعمل على التشبيب وعلى التأنيث باش يكون عندنا مجتمع ديال المساواة، مجتمع شاب قادر على يعني رفع التحديات المستقبلية كلها اللي مطروحة على العالم ومطروحة على الإقليم ديالنا ومطروحة على بلادنا، واللي حنا كنعتبروا في المغرب بأن المدخل ديالها هو المدخل ديال بناء الديمقراطية، هو المدخل ديال بناء الإنسان وتسليحه بالقدرات المعرفية والثقافية والقيمية باش يمكن له ينخرط في العصر ديالو باش نبنيو المغرب الديمقراطي الحداثي.